يتعقد المشهد في العاصمة المؤقتة عدن. عيدروس الزبيدي يلقي خطابا في المعلى من وراء زجاج مضاد للرصاص وسط صمت مطبق من هرم الشرعية. موقف الشرعية ذاته فسره مراقبون أنه لا يبتعد كثيرا عن موقفها قبيل ومع سقوط مدينة عمران. تبدو عدن هذه المرة في وضع سياسي لا تحسد عليه، فالمدينة التي أصبحت عاصمة مؤقتة للدولة الشرعية من الناحية السياسية تضيع بين شد وجذب، وتضاربات المشاريع السياسية التي تغيب عنها الفكرة الكلية وهي استعادة الدولة من يد الإنقلابيين. فالبيان الذي ألقاه الزبيدي حدد ملامح عمل المجلس والهدف من إنشائه والمتمثل في العمل على إقصاء الرئيس هادي من المشهد وملاحقة أعضاء حزب الإصلاح الذي خاض ويخوض إلى جانب التحالف المعارك في عدن والساحل الغربي، بالإضافة لجبهة مأرب والجوف وحجة وميدي وغيرها من المناطق. فيما تثار أسئلة حول هدف التحالف العربي وتحديدا المملكة وموقفها من دعوات المجلس الانتقالي لفك الارتباط والعودة لمربع ما قبل عام 1990، خصوصا أن مسألة إشهار المجلس وتولي فعالياته في توقيت لا يزال فيه اليمنيون يخوضون معارك استعادة الشرعية تحمل إشارات تخبط سياسي يكتنف بعض التحالف والقوى الجديدة التي لم تستوعب المتغيرات السياسية والمرجعيات الأساسية، وأهمها مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الدولة الاتحادية. المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه في 11 مايو عقب إقالة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من منصبيهما اعتبره بعض الجنوبيين خطوة أولى للاعتراف بتمثيل قضية أبناء الجنوب، في حين لا يعدو في نظر البعض الآخر أن يكون خطوة في سياق ترتيبات تقود المشهد في صور موازية لا تبتعد كثيرا عما حدث في صنعاء من انقلاب على الشرعية. تساؤلات كبيرة حول مدى الدعم المقدم للمجلس من أحد أركان التحالف العربي وطبيعة الدور المرسوم له على المدى القريب. ما زال هناك الكثير من الصمت والغموض في المواقف والترتيبات التي تتجاوز عدن ومجلسها الانتقالي لتعصف بالمنطقة برمتها، ولن تكون اليمن إلا ساحة تجريب لوصفات يأمل الطابخون أن تنجح، فيما يقول الواقع أن أي مشاريع لا تستجيب لتطلعات الشعوب لن يكتب لها سوى السقوط في أقرب منعطف تاريخي.